دكتور باسل، إلى أي درجة يعني بالمقايسة مع الانتخابات السابقة هذه الانتخابات كانت بإجرائها أفضل، بإدارتها أفضل، الوضع الأمني على أحسن ما يرام يعني مع بعض الخروقات؟ هذا ما أريد أن أسمع ابتداء من جلابك في تقييم الإدارة للعملية الانتخابية من لدى المفوضية. بدءاً مساء الخير دكتور زيد ولضيفيك الكريمين أستاذ حمزة وأستاذ سعد وإلى ضيفك الكرام. بالتأكيد هذه الانتخابات لا تقارن بأي انتخابات سابقة في اعتقاد. أنا تعرفني دائماً أنتقد المفوضية انتقاد لاذع والحق الإجراءات، لكنه في إجراءات الحكومة أولاً يعني جيدة جداً، والحكومة أوفت بوعدها حقيقة، وكانت الإجراءات ما أقول 100% لكنه بالمقارنة مع الفترات الماضية لا، حقيقة في وضع يعني جيد جداً. المفوضية قلت لك دائماً أنتقدها وإلى آخره، لكنه تسليم النتائج قبل إرسال البيانات، هذا كنا متخوفين، الآن هي تسلم النتائج حتى قبل إرسال البيانات مع صور الدائرة، يصير عملية الجمع حتى أسهل في عملية أي مقارنة. لغاية الآن يعني لغاية الآن الأمور تسير بشكل يعني جيد جدا حقيقة، ولذلك أنا أقول يعني أنا لا أقول إلا حقيقة ما أراه يعني صدقا.